عنك انت يا مدام، عنك عنك. عشان ماما مش هتقدر تمشي كتير. خليها هنا، اتفضلي. الواحد زهق من مشوار ده ومن طلوع السلالم كل يوم. معلش يا ماما استحملي، ضروري الورق يكون خلص النهارده. على مين حاجة السلام؟ خلي بالك لو سمحت. حاضر. انا مش هتعرف. شكرين. شاي. طيب معلك سكر. اسمك ايه؟ اسمي فتحي. فتحي. امال فين عم شناكل؟ شناكل مين؟ عم شناكل اللي شغال في الموقف فين؟ ده مشي. استقال. استقال؟ وفي حد بيستقيل من الشغلانه دي؟ خد. بعد شوية تجيب لي شوية شاي زي دول. تعال كمان كمان. تعبت؟ ربنا يهد حيلهم زي ما هدوا حيلي. أنا مش فاهمة آخرة البهدلة دي إيه. صبر صبر إيه يا ابني؟ ده اللي بيعملوه ده كفر كفر. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وكل يوم يقولوا بكره بكره، ويا ريت حاجه بتخلص. ناس ما عندهاش دم. واحده ست كبيره زي، ارحموا سنها يرحموا مرضها. سلام. Thank you.
فين يا ولد؟ مش راح فين؟ جبته ده؟ ما اعرفش، ما جاش النهارده. غبي جا ولا ما جاش خالص؟ هو ما نزلش معاك حاجه؟ حاجه ازاي يعني؟ اما فعلا غبي، يلا بينا يا جماعه، لسه هنروح المقطم بليلة عتنان. حسن ابو علي بقالي يومين ما ظهرش، يظهر كده ان اتشبك في شغلانه كبيره. ها ربنا يفتحها عليه وعلينا يا رب. امين ابو صلاح، احنا خلاص شطبنا. انت اتاخرت على الجراج، ولاد الحرام كتير. لا ما هو الجراج انا خلاص سبته ومسكت من النهارده في موقف عربيات في حته مكان، انما ايه سقع. وبقول لك يا اسمي محمود، ممكن انام في الجو هنا لحد ما الاقي حته اسكن فيها اللي هتؤمر بيها انا وسعيد. وبعدين انا هنضفها لك بالليل واغسلها لك الصبح واخليها زي الفل، ما تخافش يعني. انا مش خايف، بس انا يعني ما تعودش انام حد في القهوه. وانت يعني هتنام فين وازاي؟ ما تشغلش بالك انا هتصرف. هذا وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تشكيل لجنه وزاريه تعالى مريض الله ينور. كله تمام، خدت كوبايه شاي وطبخ على الحساب. راجع بالليل بس ما خدش دايجك يعني. الذين ارتكبوا حادثه تفجير مقهى ميدان التحرير خلال ساعات. ماشي. ونشرت قياده الوقوف مع اجهزه الامن لمواجهه هذا الخطر، واشار الى ان الفرقعه لن ترهبنا. واكد الوزير بتعمل ايه هنا يا يالا؟ بشم الهوا. اركب الهوا هنا جميل. انت مين بقى يا شاطر؟ شانكر ابن شناكل، والمنطقه هي منطقتنا احنا، واحسن لك بقى تغور من هنا. ايوه شناكل، انا سمعت اسمك قبل كده. فين بقى اسمه شناكل ده؟ هو بعافيه شويه، وانا جاي اشتغل مكانه. وسبق وقلت لك تغور من هنا، لحسن لو قفلت معايا حديك علقه موت. فين هذا؟ اجي روح الشناكل بتاعك ده، لما يقوم بالسلامه اجي اكلمني. امشي يا بابا حواريك. تعال حواريك مش هتكلم مش هتاكل، حواريك مش هتكلم مش هتاكل. هو قال لك ايه عن ابوه؟ بيقولوا انه عيان. انا سمعت ان هو اتمسك. ليه؟ ليه في الشم؟ شم ولا بواسع؟ الاثنين، ده راجل شراني ما بيعتقش حد خالص. هكون عامل لك حاجه يا فتحي. يعمل انا ليه؟ انا ماشي في السليم. جدع. نمسك. جاي جاي جاي. فادي خدني اهو. طب ما تخلي الحساب لغايه اخر النهار. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك.
يلا من هنا يلا. انت لسه هتكلمه؟ اه صحيح. هو انت لسه هتتكلم؟ انا اعرفك مين ساكن ابن شناكل. اوعى يا لا انت منك له. اوعى اوعى مش هسيبهولك. وبدي شادي على حسابي. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ اسمي صلاح. انت بتلعب كراتيه حلو قوي، ما تعلمني. حاضر. اني سعاده البيه شاف اللي انت عملته ومبسوط منك قوي وبعت لك ده. سعاده البيه مين؟ ابو الوفا. ابو الوفا بيه بيقولوا راجل كبير قوي صاحب شركات ومصانع بتجيب عربيات كتيره قوي. انا ما شفتوش خالص، انما ان انا اعرفه عنه ان اسمه ابو الوفا. بقول لك ايه، انا هروح اودي الطلبات دي وارجع لك على طول. اوعى تاكل لما اجي. ازيك يا اسماعيل؟ اهلا ابو صلاح. ازيك؟ ازيك يا ابو صلاح؟ يا طالع منور. اه ان شاء الله. يلا يلا سلامة. حاجة وجعتك يا ماما؟ قولي موجوعة يا بنتي، قولي موجوعة. قلتلك 60 مرة مش عايزة المعاش ده يغور في 60 داهية. مش عايزة أموت في الشارع واتبهدل يا اخواتي. أموت في بيتي، أموت في بيتي وعلى سريري يا ناس، والله الغني. طب الشر عليك يا ماما. والله لسه ما خلصتش. ورقة إيه يا ابني؟ أنا مش طالبة إعانة. لا يا حبيبي، ده أنا طالبة حقي. طالبة معاش المرحوم جوزي اللي خدم الحكومة 37 سنة. ليه؟ ليه يعذبوا الناس كده؟ ليه؟ انا هجيب لك حد كنت تستحمله وترجع معايا تاني. انت هتعمل ايه؟ وريت وريت ست بس سيب عليها. الله يسترها معاك يا ابني. الله يسترها معاك. الموظفة المختصة هنا بس باين عليها مش موجودة. مش معنى يعني هي اللي هتكون موجودة على مكتبها. ممنوع يا حضرتك. ممنوع. رايح فين؟ عايز المدير. ممنوع يا سيد. عايز المدير. ممنوع. فين هنا؟ سيبه يا ابراهيم. في ايه يا اخ؟ مش عارف ايه. ايه اللي دخلك هنا يا اخينا؟ عاوز ايه؟ ها؟ انا رأى صلاح عبد اللطيف مباحث رئاسة الجمهورية. مباحث؟ ايوه مباحث، بس انا متنكر علشان في مهمة رسمية. اتفضل يا حاج. اهلا وسهلا يا فندم. ثلاثة ليمون يا ابراهيم وما تدخليش حد خالص. اتفضلي. ازاي يا استاذ عواس ما تشغلوش الاسانسيرات عشان المواطنين يطلعوا يشوفوا مصالحهم؟ مش عيب ست كبيره زي الحاج تطلع 6 أدوار على رجليها؟ الاسانسيرات كلها شغاله. نعم الاسانسيرات كلها شغاله. ايه؟ الاسانسيرات شغاله؟ ايوه شغاله، عشانكم انتوا يا غلط تطلعوا تنزلوا فيها على راحتكم. حضرتك عارف ضغط العمل، والاسانسيرات بقت قديمه مش مستحمله، والجمهور بيزيد يوم عن يوم. ليه من اهمالكم؟ لو كان الشغل بيخلص بسرعه ما كانش المواطن الغلبان يجي اكتر من مره هنا. انت جيت كم مره يا حاج عشان تخلص ورقك؟ 6 مرات لغايه روحي ما طلعت. وبرضه ورق بتاعنا خلص. ازاي ده؟ انا تعليماتي صريحه، المصلحه في خدمه الجمهور. قول لي سعادتك اسم الموظف ده وانا احوله للتحقيق. بلاش شغل التمثيلات دي وتتحقق معاها بعدين، انما دلوقتي تخلص طلب الحاجه وبسرعه، فاهم؟ حاضر.
بس اعرف ايه الموضوع. انا جوزي مات من 8 اشهر ولغايه دلوقتي ما صرفتش المعاش بتاعه، وعملت كل الاجراءات وقدمتها، قالوا لي ما تنفعش، لازم تجيبي ما يثبت انك لسه على قيد الحياه. معقوله دي؟ مع انك ماشي على رجليك وبتشربي ليمون، انت مش معاك بطاقه شخصيه وعائليه وعليها صورتك؟ ايوه يا ابني معايا، بس قالوا ما تنفعش، لازم شهاده من 2 موظفين يثبتوا انك لسه عايشه. دي تعليمات وحضرتك عارف بقى الاجراءات. الاجراءات ده غلط. فعلا غلط، وعشان كده طالبنا بعمل لجان تاني. لجان انتوا ايه يا اخي، انتوا زاجوش؟ وعملت الشهاده زي ما طلب. اتفضل اهي 2 موظفين مرتباتهم فوق 40 جنيه، وامضاء المدير معاهم، وكمان ختم النسر. قالوا ما تنفعش. قلت لهم ليه يا اخواتي؟ قالوا عشان ختم النسر مش واضح. هو فعلا مش واضح، لكن ممكن يمشي. ده كلام فارغ ده. خلاص خلاص يا ابني، بلام به المدير قالوا ما هيمشيك. ايوه ايوه هيمشوه هيمشوه هيمشوه، عشان انا موجود هنا دلوقتي، بس في ناس انا هيطلعوا عينهم زي ما حصل لك قبل كده. انا مش فاهم ازاي الناس تصدقوا ورا ده وما تصدقونيش انا من لحم ودمي. انت هتبرمج عشان الورق ده؟ معنى كده ان كل واحد يمشي معاه 2 موظفين معاهم من خدمه، عشان كل شويه يدوا تقول لسه عايش. خلاص يا ابني. لا مش خلاص يا حاجه، مش خلاص. البهوات يعذبوا في الناس والناس تشتكي. رئيسة الجمهورية هتعمل ايه ولا ايه؟ سيد رئيس الجمهورية مستاء. مين؟ رئيس الجمهورية مستاء. انا اشرت على الجواب بالموافقة، وبعد 3 ايام تيجي تصرف المعاش على طول. لا ما ينفعش، الجواب هتستلم دلوقتي بايديها. بس دلوقتي ناو امت لك. اتفضل يا حاج حسن صلاح. اتفضل. والله العظيم انا مش فاهم انت جنسكوا ايه؟ غاويين تعذبوا الناس وتجرفوهم في عشتهم، مش كفايه العذاب اللي هم فيه؟ مش كفايه اللي سابوا البلد وطفشوا وهاجروا وخايفين يرجعوا من عملكم السوداء؟ مش كفايه ملايين عطلين اللي من غير شغل، شبان زي الورد طالعين لوش الدنيا يلاقوا الابواب كلها مسدوده قدامهم؟ يا فندم انا بعمل بكل جهدي عشان خدمه الوطن، وارجو ان اكون عند حسن ظن رئاسه الجمهوريه. على فكره انا مش مباحث ولا من رئاسه الجمهوريه، انا مجرد مواطن عادي. ايه؟ مواطن عادي؟ شوف 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 شوف، مجرد ما قلت لك مواطن عادي عملت ازاي؟ نزل ايدك. احنا عندنا عملية تحت وبعدين لها حساب معاك. تمام يا سعادة البيه. تهمني في شرفي يبقى لازم اتكلم. تزعل لما شفتني داخله شقه بنت تشريف. مش عاوز اسمع اسمه واعرف ايه الحكايه. لا هتسمعني لغايه الاخر. كنت طلبت منه انه يساعدني في تقديم الوظيفه خاليه في الشركه اللي هو بيشتغل فيها. كنت ساعتها جايبه له الورق بتاعي. ورق؟ ايوه ورق، شهاده الميلاد وشهاده الاعداديه وفيش وتشبيه واربع صور وطلب التعيين. ايوه. والورق تقدميه هو شقته؟ اسمع يا صلاح، أرجوك تبطل النغمة اللي أنت بتتكلم بيها دي. هو اللي قال لي هاتيلي الورق فوق، عشان مفيش حد من زباين المحل ولا سمير يروح يقول لصاحب المحل فيقطع عيشي قبل ما أعرف إذا كنت همسك الشغلانة الجديدة دي ولا لأ. أنت ساذجة ولا مصعبات إيه؟ عيب يا صلاح، أنا عارفة أنا بعمل إيه، وعارفة إزاي أحافظ على نفسي، وعارفة مين هو الأستاذ شريف، وعارفة كمان إنك كنت مشتغل عنده في شقته. وبعدين المحتاج اللي زينا زي أنا وأنت ما يختارش الطريقة اللي توصله للي بيحلم بيه، دي بتتعرض عليه. الشاطر بقى هو اللي يخرج منها من غير ما يتعب.
وانا ما اتعورتش. هتشتغل ايه يعني؟ عامل التليفون في الشركه بس خلاص راحت وانت السبب. هنيت ترجع بلدك؟ اه هنيت الارض. الارض واضحه وصريحه. ترمي البذره وانت عارفه بعد كام يوم هيطلع ايه. جنب يطلع جنب، جوب يطلع جوب. عمرك سمعت عن حد يزرع برسيم يطلع تفاح؟ تاكلتين شوكي؟ وحشتني ضحكتك. انا عايز اسالك سؤال، انت ليه مهتمه تدور عليا وتحكي لي الحكايه دي كلها؟ علينا احنا الاثنين زي بعض، مش عايزه اخسرك. ليه يعني؟ صراحة انت ساذج ولا بتستعبط؟ كل قطعه يا رجال ضبط. انت كنت عايز تطلع ايه؟ اطلع ايه؟ والله نسيت. مش بقول لك احنا زي بعض؟ بس ابويا بقى هو اللي طلعني من المدرسه. اول ما خدت الاعداديه قال لي كفايه لغايه كده وانزل اشتغل. واول ما اشتغلت وخدت الفلوس في ايدي اتجوز على امي. وقال لي بقى اصرفي على امك واخواتك. انت كنت عاوزه تشتغلي ايه؟ مهندسه. ياه. ارسم عمارات وابنيها، عمارات تساعد كل الناس، تدخلها الشمس والهواء وليها كده جناين حواليها. انت عندك صعب. الزام الثلاث افلام كاراتيه، جاب لي الاكل وبعد اليوم علشان يا سلام بقى الشقه المفروشه دي والهدوء والظلمه اللذيذه دي بدون تفكرني ايه؟ عليا النعمه ما امشيش دلوقتي لا اعمل لك فضيحه وانا مفكرك اهو. امشي يلا يا حلو يلا غالي يلا يا دجال اركب عربيتك يلا ما تنحش ما تنحش معاي ما تنحش يا دغدغ غالي امشي يلا بيه الله يخرب بيتكم الله يخرب بيتكم الله يخرب بيتكم خمس مرات عاجبك حلقها كده يا ابو صلاح انا اللي لادي ما عملتش غير 15 كوبايه شاي اللي كنت بعدي ال 100 و 150 طلب في اليوم غير بقيه الطلبات الزباين مش عاجبها الحال فين افلام الفيديو اللي هي لو كنت افهم فيها كنت جبتها وحسن فص ملح وجاب ما اعرفش اختفى فين قالوا الحسن ايه بدور لك عليه حسن موجود اهبل ايه مستر كاراتيه الله عليك ازيك حلو ازاي ايه اللي جابك هنا بدور عليك انت ايه اللي بتعمله هنا بشتغل تعال تعال افرجك تعال خلي بالك من ترابيزه ثلاثه مش فاهم حاجه امال فين الجردل والفرشه وسكينه المعجون فين شغل الهنج كده انضف اشرب شويه الشاي دول شايف ايديا بقت نظيفه ازاي
زي اللي بيقعدوا على المكاتب وبيركبوا السلموكات. شغال ايه بقى؟ حارس. حارس ازاي يعني؟ ما هو ده نفس السؤال اللي سالته لصاحب البيت اللي كنت عنده بعمل عنده شويه نقاشه يعني. قال لي انت بتلعب رياضه؟ قلت له اشمعنى؟ قال لي شكلك كده عامل زي الضرفه زي الدولاب. اتضايقت كنت هضربه. قال لي استنى بس احنا عايزين نستفيد من شكلك ده. وعنها سؤال مني سؤال منه جابني هنا واشتغلت عنده. فتوه ايه؟ ها؟ فتوه؟ لا كلمة فتوه دي بايخة. ولا حارس، حارس أمن يعني، يعني أشوف المكان وأنظمه وأي حد يدخل عن حدود الأدب أوقفه عند أدبه. برضه فين أدب؟ المكان ده أنا بكسب منه كويس قوي. تعرف لو السياحة شدت حيلها يعني القرش معايا هيبقى حلو قوي. بقى بقول لك إيه؟ هو أخبار القهوة إيه وعم محمود والعيال بيتفرجوا على الكاراتيه والمصارعة؟ أنت لسه فاكر الكاراتيه؟ المكان ده كله قايم على الكاراتيه وعلى المصارعة. بس انت ما علمتنيش كده. ازاي؟ علمتني ان الكاراتيه رياضه ودفاع عن النفس مش دفاع عن الاهل. مساء الخير يا حاج. خليك ما تمشيش. اتفضل يا حاج. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اتفضل. الواد ده ايه اللي جابه بدري؟ انزل مسال على ايه؟ صباح الخير يا صلاح. حضرتك تعرف اسمي؟ ازاي ما اعرفش اسمك؟ اذا كان سايب لك العربيه هنا امانه. وحضرتك صاحب العربيه المغطيه دي؟ اه. بس من ساعه ما جيت الموقف انا شايفها واقفه كده ما اتحركتش. بس بندور لها على قطع غيار عشان هي عطلانه. خد يا صلاح. ده كتير. انت تستاهل اكتر يا صلاح. خلي بالك منها. حاضر. انا هبسطها. حاضر. سلام. يا صلاح دي خامس كوباية تشربها مش عوايدك يعني. حسن حد اضربني على نفوخي وعايز اصحى. ادي فتح. انت من زمان هنا؟ اه. العربية دي بتاعت مين؟ العربية دي باين عليها عربية بايظة، صاحبها نسيها ورماها. تفتكر شناكل يعرف صاحبها؟ شناكل؟ أعوذ بالله، أنت إيه اللي فكرك بيه؟ يعني ما شفتوش قبل كده بيكلم صاحبها؟ لا والله أنا مش فاكر، إنما إيه لازمة كل الأسئلة دي؟ في حاجة؟ أبداً. خليك طبيعي. أه؟ خليك طبيعي عشان هنا انا عامل منادي. أه. مش على طول. ربنا يوفقكم. الله يخرب بيتك جابك لي منادي. سعاده البيه مبسوط منك وبعت لك دي. سعاده البيه مين؟ ابو الوفا بيه يا صلاح. ابو الوفا بيه مين؟ مين ابو الوفا بيه ده يعني؟ مين هو يعني؟ ممكن اشوفه طالع ابو الوفا بيه ده؟ مين؟ مين هو؟ مش نفسي اعرف ابو الوفا بيه ده شافني ازاي ومبسوط مني في ايه؟ مالك يا صلاح؟ مش عوايدك؟ ابدا ابدا ابدا. ده ايه ده؟ انا عمال اتكلم من بدري وانت ما بتردش عليا. انا عايزك تكلمي على طول. صوتك بيونسني. صوتي بس؟ صدقي بالله انا لو كنت شفتك وعرفتك مش عارف كان هيجرى لي ايه. هيجرى لك ايه يعني؟ كنت اتجننت ولا مشيت اكلم نفسي ولا كنت رجعت البلد على طول؟ ياه اخيرا نطقت. معلش انا دي اصلي ما اعرفش اقول الكلام المزاج بتاع مصر ده. لا قول كل اللي جواك، خلي الكلام كده يطلع زي ما يطلع. ما تزعليش يعني؟ نشوف هتقول ايه الاول. بحبك. ايه؟ بحبك. اتفقنا ما تزعليش. اول مره اقول الكلمه دي لحد يعني مش عارف بقى صح ولا غلط اني اقولها لك. بس انا كل اللي اعرفه ان مش ممكن استغنى عنك. بس مفيش بيدي حاجه اقدمها لك. لا بيت ولا وظيفة ولا مستقبل على والله.
بلطف في الدنيا والدنيا بتلطف فيا. مره تصيب ومره تخيب بضرب فيها طول بضرب فيا. بس لو الضربه جت فيها مره وصابت هيكون ذنبك ايه؟ خايف من ايه يا صلاح؟ خايف من حاجات كتير. زي ما انت خايف انا كمان خايفه. لكن يمكن لما اتنين خايفين يتلموا على بعض يسندوا بعض يشجعوا بعض. يعني انت موافقه؟ موافقه على ايه؟ اه منكم انا اتنصر. في النهايه انا عايز اكسب زي امك. تكسب ايه؟ اكسب كل حاجه. طماع.